آخر ويمكن حالة من الجدل كانت شهدتها الساعات الماضية بعد محاولات هدم بيت متجور في شارع التبانة بالضرب الأحمر، ورغم ده أنه بيعد من ضمن الطراز المعماري المميز الذي لا يجوز هدمه بقوة القانون. قال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار أنه البيت لم يكن مسجلا في السابق طرازا معماريا مميز، ويمكن تعمد أصحابه أو صاحبه على هدمه للاستفادة من الأرض. أعتقد أن القصة دي كان ليها أيضا خلفية في 2015، وكان طبعا المحيطين بهذا البيت اشتكوا من قبل بمسألة أنه في بداية لهدمه، والمسألة رجعت سكتت. ولكن هذه الأيام أيضا هذه الحالة من الجدل. يمكن كان أضاف أستاذ مصطفى لهنا العاصمة أن الموضوع حين أثير نتيجة محاولات هدم المبنى تدخلت على فور وزارة الآثار ونسقت مع جهاز التنسيق الحضاري لوقف هدم المبنى وضمه للطراز المعماري المميز الذي لا يجوز هدمه. معرفش يعني ايه التصرف في هذه المسألة، نظرا بيت مذكور له أهمية كبيرة جدا حتى على المستوى التاريخي، يعني بنتكلم عن بيت بقاله 600 سنة.